أهلا بكم أعزائي الأفاضل في الحصاد اليومي، نقدمه لكم مباشرة من قناتكم شوف تيفي، وهذه أبرز العناوين. استقبال حار للملك محمد السادس من طرف زعماء الدول الإفريقية داخل منظمة الاتحاد الإفريقي قبل إلقاء كلمته بإثيوبيا. وترامب يفرض على زوار أمريكا الكشف عن حساباتهم في الفيسبوك وأرقام هواتفهم قبل الدخول إلى أمريكا. اندلاع حريق مهول بملهى الليل في أكادير يخلف خسائر مادية جسيمة. أهلا بكم مجددا أعزائي الأفاضل في تفاصيل هذه العناوين. ألقى الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء خطابا ساميا أمام المشاركين في أشغال القمة 28 لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ومباشرة بعد دخول الملك محمد السادس، ألقى رئيس الاتحاد الإفريقي كلمة ترحيبية للحضور حضرها الملك شخصيا، وحضر الجلسة العامة في اليوم الثاني من أشغال قمة الاتحاد الإفريقي في دورتها 28. وقام الحاضرون بالجلسة بالتصفيق ترحيبا بحضور الملك، حيث تعالت صيحات الحاضرين مرحبة بالملك محمد السادس وبعودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي بعد 32 سنة على مغادرة المغرب بعد قبول المنظمة عضوية الكيان الوهمي البوليساريو. أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بأن حركة السير ستتوقف على مستوى منحدر الولوج إلى الطريق السيار مراكش في اتجاه الرباط عند بدال موسيو بريكولاج ابتداء من الساعة 10 ليلا من يوم الثلاثاء 31 يناير إلى حدود الساعة 6 صباحا من يوم غد الأربعاء فاتح فبراير. وأوضح بلاغ للشركة أن هذا التوقف في حركة السير يعزى إلى برمجة أشغال تدعيم قارعة الطريق على مستوى هذا البدال، مسجلة أن إمكانية تغيير السير متاحة سواء من خلال استعمال الطريق الحضاري لمدينة الدار البيضاء أو استعمال منحدر الولوج إلى الطريق السيار مراكش في اتجاه مدينة الجديدة. في موضوع آخر، خلف قرار وزارة الداخلية الخاص بكراء الشقق المفروشة ارتياحا كبيرا في صفوف المواطنين لما له من حسنات في تحصين البلاد من كل اعتداء إرهابي محتمل. شوف تيفي أعدت الروبورتاج التالي بكاميرا الزميل زكريا الصفريوي والذي يقربنا أكثر من حيثيات هذا البلاغ. أول حاجة خاص يحيدوا بعد دوك السمسارات، حتى أي واحد مقطع مزاقه كيجيو يكريو لينا، راه ماشي معقول هادشي. هو بنادم اللي كيري خاصو يعرف لمن يكري، مابقاش يدخل علينا البراني. بحال دابا هاد الدرب هو راه اصلا راه فيه الحديه، راه غير تعرفوا هادو من جاو، البوليس داروا خدمتهم، ولكن حتى الناس تاع الدرب هما خاصهم يديروا خدمتهم، وما يبقاوش يدسروا على البراني. عاد موضوع كراء الشقق المفروشة إلى الواجهة من جديد، وذلك على خلفية تفكيك شبكة إرهابية مشكلة من 7 عناصر الجمعة الماضي بالجديدة وعدد من المدن المغربية الأخرى. طارحة نفس السؤال، من المستفيد من كراء شقق مفروشة بدون التأكد من هوية المكترين وإبلاغ السلطات الأمنية؟ وهل من قانون منظم لهذه العلاقة بين الكاري والمكتري؟ وما هي المساطر والوثائق المطلوبة لإتمام هذه العملية؟ هاد الأجانب اللي كيجيو تشوف، أنا هاد صحاب اللي جور كما يقولوا صحاب الأيام 3 أيام و 4 أيام ما كنكريش اليوم. الانسان اللي كيكري المده ديال من شهر 6 شهور حتى العام الديور مفرشين، كتشوف شنو جاي على خدمه او جاي على شي حاجه يقضيها او هذه، ممكن كناخذوا لي فوتوكوبي د باسبور ديالو وشي ورقه العمل اللي كتعني بان راه خدام هنا، وكنكريو ليه وثائق بالكونطرا على يدمون الملك، وكتدوز الامور مزيانه وبديكلاراسيون كنديكلاريو به. حنا ولو ولد كازا كاع لابد كناخذوا وثيقه يعني فين خدام والسالير ديالو، وكتمشي تقاليزي معاه في الجماعه، ومن بعد الى شكيتي في شي واحد لابد راه ديكلاراسيون لابد راه ديكلاريو. وزاره الداخليه المغربيه دخلت على خط هذا الموضوع من خلال بلاغ صدر الاحد الماضي بعد المحاولات الارهابيه اليائسه تحث من خلاله اصحاب المنازل والشقق المفروشه بضروره ابلاغ السلطات بهويه المكترين حمايه للوطن وتجنبا للمساءله القانونيه. القرار ديال وزير الداخلية الراهن ما هو إلا محاولة لتفعيل ما نص عليه القانون في الظاهر ديال المنظم لكراء الشقق المفروشة. القانون المغربي المشرع ضبط العلاقات الكرائية بالنسبة للمساكن
المحلات المؤديه للسكنه تند مظاهر 1980 اللي وقع تعديله مؤخرا، دخلت عليه تعديلات، هذا تنظم العلاقه الاماكن المعده للسكنه. كاين ظاهر اخر ديال 1955 تنظم العلاقات الكرائيه ما بين المكري والمكتري بالنسبه للمحلات التجاريه. هذا بشكل عام. كاين ظاهر متعلق بكراء المحلات الاراضي الفلاحيه وشوخ الفروشه كاين ظاهر اللي تنظمها صدر في 11 يناير 1932 تلزم على ملاكين الشقق المفروشه الراغبين في الكراء ديالها للمكترين باش يعلموا السلطات العموميه السلطات في الشخص الدار تيقول بهذه الصيغه تيقول البوليس يعلموا السلطات المحليه والبوليس بالهويه ديال الاشخاص المكترين اللي تيجيو يكريو الشقق المفروشه لمده محدده. على المكري مالك الشقه المفروشه ان يخبر حالا السلطات المحليه بهويه الشخص المكتري للشقه والمده اللي غادي يبقى فيها في الشقه، والا المكري يقع تحت طائله عقوبه تصل الى الظاهر تيقول لك تصل الى 5 ايام و15 فرنك، لان الظاهر تيهضر على الفرنك لان صدر في ايام الاستعمار الفرنسي. مكونات الشارع المغربي بدورها ثمنت مضامين بلاغ الداخلية والذي وصف بالخطوة الإيجابية من أجل حماية أمن المواطنين والوطن من كل المخاطر الإرهابية المحتملة. قانون في محله كان أولا خصو يكون شحال هادي باش أي واحد عنده شي شقة مفروشة كيف ما كان نوعها سواء بيت أو شقة كبيرة، يعني هاد الناس ياخذ من عندهم أولا المعلومات ديالهم ويشوفهم شكون هما ومنين جايين، ثم من الاحسن يعلم بهم السلطات المحليه باش ياخذوا التدابير اللازمه باش ما نسقطوش واحد الحمام دم كما كان غادي يوقع لينا في جديده او في مناطق في المغرب بصفه عامه. هذا القانون اللي تطرح من وزاره الداخليه احنا كنايدوه، وهذا الشيء مصلحه الشعب المغربي، والشعب المغربي راه متبوع، وحنا راه بلد امن، وحنا باغيين السلم والسلام، وحنا باغيين بلادنا تعيش مزيان، والله ينصر سيدنا. وهذا الشيء اللي داروا راه حنا معاهم في الخط، ضروري خصني نتعرف على اللي غادي يجاورني، ماشي غير نلحق ونعطيه، خصني نعرفوا شكون هو ومنين هو ومنين، فهمتيني؟ هذا الشيء صالح لنا وصالح للشعب المغربي. كمواطن كنحبذ هذا لأن قانوني، ما تبقاش قضية بحال اللي مات السيبة اللي جا كيدخل، كنعرفوا شنو النوايا ديالو، إذا هذا راه كجميع المواطنين المغاربة كنصفقوا الحكومة المغربية وعلى رأسها صاحب الجلالة. اللي هذا القانون راه حنا فرحانين به لان غادي يكون واحد سميتو تقنين للكراء، ماشي كل من هب ودب يبغي يكري، لان بعض الدول الخارجه اللي كتكون مناوئه للمغرب كتسعى باش ترسل بحال هاد الافراد للكراء مثلا بصفه غير قانونيه، وهادو الناس راهم ضد القانون هاد الارهابيين، وحنا كنحبوا هاد القانون. ويبقى موضوع كراء الشقق المفروشة واحدا من بين عدد من التحديات الكبرى أمام الدولة والمواطن على حد سواء من أجل الهدف الأسمى حماية أمن وسلامة هذا الوطن من حساده والمتربصين بنجاحاته. في موضوع آخر، علمت قناة شوف تيفي بأن حريقا مهولا اندلع قبل قليل من يوم الثلاثاء في المنطقة السياحية لمدينة أكادير، وحسب مصادر قناة شوف تيفي فإن الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة اندلع في المنطقة المخصصة لإشعال فحم الخاص بالنرجلة، وأضاف المصدر ذاته بأن شاحنة للوقاية المدنية قامت بالحضور إلى مكان الحادث إلى جانب المصالح الأمنية من أجل إخماد النيران التي انتشرت بشكل سريع. في موضوع آخر، شهد كاريان شنايدر صباح اليوم الاثنين حالة من الاستنفار الأمني بعد مباشرة هدم الدور السكنية بهذا الكاريان. لنستمع في هذا الصدد إلى تصريح أحد ساكنة هذا الكاريان بميكروفون الزميل عبد الرحيم رموحي وكاميرا زكريا أصفريوي. أنا راجلي مريض بالكونسير وجوج عمليات ديال القلب، لا ما نقدموا لا ما نأخروا، مليت لنباتوا في الزنقة، اللهم هذا منكر،
اللهم هذا منكر، الله ينصر سيدنا. حنا واحد الناس لا ما نقدموا لا ما ناخروا، هاد الناس راه ما علموناش، تجاو يريبوا علينا، راه ما جاتناش الورقه ديال التنفيذ، راه حنا ما معلوميش، راه حوايج جاتنا تحت السقف. حنا راه واحد الناس من ليلتنا غنباتوا في الشارع، وراه كنا غنديروا مسيره وغنوصلوا حتى لعند سيدنا الله ينصروا، راه ما غنسكتوش على هذا الظلم، حنا غنتشردوا، حنا ما شريناش براكه، حنا ما خوناش، حنا ما صفرناش، حنا ما نصبناش، حنا زياده وخلوقنا. راجلي زيد اثنين زيد 55 اللي في عمره 62 عام دابا، مريض بجوج عمليات ديال القلب اللي داروا من المحسنين، ومصاب بالكونسير اللي هو السرطان في الريه، ما عندوش العلاج، تحت البيت اللي غادي تهدم، ما عندناش فين نمشيو، اللهم هذا منكر. نختم هذا الحصاد بهذا الخبر، حيث تناولت العديد من المواقع الإخبارية العالمية خبرا مثيرا للجدل له علاقة بالرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، والذي لم يكتفي بقراره في المنع المؤقت لدخول مواطنين من 7 دول إسلامية، ويتعلق الأمر بنيته فرض شرط جديد لا يصدق على جميع الزوار الأجانب الراغبين في دخول الولايات المتحدة مستقبلا. وحسب ما نشره موقع روسي اليوم، فإن الشرط الجديد وحسب ما نقلته قناة CNN ألزم الراغبين في الدخول إلى أمريكا باطلاع السلطات الأمريكية على نشاطاتهم الإلكترونية بالكامل، وأيضا المواقع التي يزورونها ومواقع التواصل الاجتماعي المشتركين فيها كالفيسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها، بالإضافة إلى اطلاع السلطات الأمريكية على جميع أرقام الهواتف التي بحوزتهم. بهذا الخبر من الولايات المتحدة الأمريكية نأتي وإياكم أعزائي الكرام إلى نهاية هذا الحصاد. طاقم التقني والصحفي يحييكم، في أمان الله.